ركزت هذه المناقشات لهذه الورشات على الجوانب التنظيمية والإجرائية، وأصدرت توصيات عملية ملحقة بهذا الإعلان، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منه، كما أصدرت القرارات التالية: أولًا: تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما تم تقريره، ووفقًا للخطة القانونية الموضوعة، والتي سوف تتولى لجنه المتابعه التكفل بها. ثانيا، اقامه الدعاوى الجزائيه ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قبل قاده وافراد سلطات الاحتلال الاسرائيلي امام المحاكم التي اعتمدت مبدا الاختصاص العالمي، والتي تم تحديدها من طرف اللجنه، والتي سوف تتولى لجنه المتابعه التكفل بها. ثالثا، مخاطبه المنظمات والهيئات الدوليه. المشار اليها في توصيات الندوه لمحاصره وملاحقه سلطات الاحتلال في هذا الجانب رابعا تشكيل لجنه متابعه لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادره على